ليا شكرا بزاف موت عليكم شكرا خوفكم من العين عليا شكرا كي جيتكم اليوم بالقطار شكرا من لا بوتيك ديال فوزيا كاين في الرباط لا ما نقول لكمش البنات شوفوا كتحمق كتحمق جاتني زوينه ولكن البنات بغيتكم تنصحوني بغيت نعرض لكم دابا ما بقات ما كانش ندير العمليه الثانيه شو خاصني ندير العمليه الثانيه ان شاء الله باذن الله ماشي دابا ما خطات ان شاء الله باش نكون بغيت واخا نتوما كتقولوا لي صراحه ما خصك والو صاحبتي ما خصك والو ولكن راه ضروري واحد شويه سمعتوني البنيات قلت لكم جو فرحانه شكرا على خوفكم عليا شكرا على الهدوء ولكن عافاكم بغيتكم تساعدوني درت هذا الفيديو باش تساعدوني عافاكم اللي كتعرفوا شي خياطه زوينه على قبل القفل تكشيطه انا بغيتها قالوا لي انا عندي دو كولور كنحبل عليهم كاين اللي قال لي الغوط كاين اللي قال لي البيج كاين قال لي الخضر ملاكي الابيض شكرا اما ما كيعجبنيش الابيض كيعجبنيش الابيض انا اما الخضر ملاكي واما الاحمر واما بجوج فهمتوني البنات وبغيت البنات ندير نتغير قولوا لي نصحوني كتبوا لي الا تعرفوا شي خياطه بارطاجيو لي دخلوا عندي الانستغرام وصيفطوها لي بغيت شي حاجه بعدوني انتم راك عارفين ندير لكم ها وانا فرحانه انتم عارفيني عفويه انتم عارفيني كنضحك معاكم عزيز عليا نبارطاجي لكم كلشي صراحه شتوني ضعفيت دابا هادرا ما مزيراش كنزير راسي باش كيتبان لكم بوينو ما علينا كنموت عليكم وكنسطع عليكم بوينو حاجه اخرى غادي نمشي نسافر ان شاء الله باذن الله وغادي قال لي ضروري قلت له انايا شوف الصراحه جيب لي شي حاجه زوينه عجبتك جيبها لي قال لي لا ساره خاصك انت تمشي تعزي على حسب صباعك كنتي عندك صباعك رقيوقين انا عندي هذو الصبيعات رقيوقين وفعلا بصح وطوان قال لي شوفي الكولي اش ما بغيتيوش بغيتي عامر ولا خفيف بوينا انا ملي غادي نمشي تماك غادي نصور لكم الخميس مات ونصور لكم غادي يكون معايا اكيد وغادي نصور لكم لو كولي شنو هو وعافاكم التكشيطه البنات ما تنساوش لي شي واحد راه ما كنعرفش نصحوني بوينو وشنو بغيت ندير في الحفله الحفله بغيت نديرها هنايا في الاسبان عائليه بغيت نكري واحد الشالي اللي غادي نكونوا نجمعوا فيهم كاملين ونجيب تريتور هنايا ونقادو هذاك الشيء نقدر ندير اسبانيولي مغربي هكا بجوج ولا مغربي اختي ما كرهناش شي اوركسترا ما كنعرفش هنايا اللي ساكن هنايا عارف شي اوركسترا مغربيه ولا هادو ندير دي جي عرفت نصحوني عافاكم ضروري الصينيه والحلاوي حقه اللي كاع عندها كتعرف شي حلاويه صيفطها ليا في الاسبان تايا وتساعدوا معايا راه هادو عرسكم راه هادو خطوبتكم حتى نتوما حماس شتي البنات وعاد نوجد العرس ان شاء الله باذن الله غادي يكون في المغرب اكيد يا ربي يدوز كلشي بخير وعلى خير هاد الفرحه هاد راه ما مصدقاهاش اقسم بالله ما مصدقاها وراه كنبارطاجي لكم وغادي نعاود لكم كلشي التفاصيل غادي نمشي نقيد شو شحال غادي يخسر عليا ولد الحرام ملي غادي يجيو هاد الفيديو غادي يقول لي ياك انا ولد الحرام لا انت كلك خير وصافي وغادي نوري غادي نبارطاجي لكم وقولوا لي بوينو غادي نحط لكم واحد اللقطه شنو جاب ليا ملي جيت من السفاريات شنو لقيت غادي نحط لكم شنو لقيت في السفاريه ملي رجعت
هنايا اشنو لقيت؟ راكي حمقني على داك التصرفات ديالو، كيهبلني كيطيني كيدير ليا الطيحه. سمعتوني؟ غادي نوريكم اشنو دار ليا هذاك المجرم تاعي. وانا مون امور، لا ماشي مون امور، ما كنقولش مون امور، كنقول لي حبيبي ديالي، الحبيب ديالي اشنو عمل لي. غادي نحطها لكم في الفيديو، انا في واحد اقل من دقيقه غادي نحطها لكم، وغادي تقول لي كي جاك بوين واحد الحاجه جابها لي. راكي راه ديما هذاك لو جيست الصغيورين اللي كيزين لي، هذاك اللي كيقابلني لا انايا لا ميزونفون، الحمد لله والله العظيم. وكنفرح هذاك لو جيست الصغيورين البنات، وبغيتكم حتى نتوما تفرحوا ليا وتنشطوا ليا وتحيروا ليا. وشكرا هاي راه زغرتوا ليا، وراه خلاص ان شاء الله اللي كمل عليا هادشي كامل بالخير. وكشحال من وحده كتقولي ساره وعندك، شكرا على هذاك الخوف عليا، ساره عندك شي تقويصه تجي كصك عارف انت متبوعه وهادي وهادي. ولكن نتوما مع دعواتكم ديال الخير وكلشي، وكنعاود لكم من قلبي، راه ماشي كنكذب عليكم ولا شي حاجه، كلشي كنعاود لكم من قلبي. وغادي كل حاجه شريتها، كل حاجه شفتها، كل حاجه كلشي انا غادي نعطيكم اخر اخبار ديال كلشي ان شاء الله. واكيد نصحوني في شي موديل، في شي موديل تلفوني لي موديل. انتما انايا دابا وليت لا ام، كنلبس الام. شوف هاد القفيطين راه جاني كيحمق ولكن جاني كبير، فهمتونا البنات؟ جاني كبير ولكن جاني مستور وزوين من لابوتيك ديال فوزية، راه تبارك الله عليها كتصوب هادشي زوين 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 والله لا بوغوس زوين زوين. او اش غادي نقول لكم الحبيبات ديالي، كنحماق عليكم وكنهبل عليكم، عافاكم. وكتبوا لي كتبوا لي شي طريطوره هكا زوينه، شي وحده شي طيابه كطيب في الدار هكا، قولوا لي عاوتاني شنو ندير شنو موجد. راه تلف عليا هذاك الشيء، راه بحال اول مره غادي نتزوج في حياتي ولا غادي نتخطب في حياتي. اشنو في الخطوبه كيتوجد؟ بركي ما كنعرفش، واخا كنشوف بزاف الفيديوهات في اليوتيوب، ولكن كل واحده ما عرفت كثروا عليا بزاف بزاف بزاف، غندير كلشي حتى الاخر ما غادي ندير والو. والله يكمل بالخير، هذا هو المهم، والله يفرح كاع البنيات وتفرحوا بحالي رانا ما صدقاش. وغادي نحط لكم هذا الفيديو، عاد تقولوا لي راه صراحه ولك ما كتصدقيش. نموت عليكم، دعيو معايا دعيو معايا البنات، ونصحوني كتبوا 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 كتبوا.